ما شاء الله من عدو الله وقع بالتاك الجو اربع مرات. تعال عمو تعال تعال بس الان الحمد لله في وحده. يطلعوني عند استاذ المصباح، يطلعوني على مسؤوليته. الدكتوره وقعت اني ما يعني تشيكوا اذا ما صدق وما انت جيت عم نسمعوك انك جيت المحافظ عليك انت جيت حطوا التعقيمات ما كانوا ولا يشطفون الاودا احنا نشطف بيناتنا. نعم فلختي هالملاحظات انا ممنون والله اني سمعتها من عندك. ايه بس تتعالج ان شاء الله. ايه تتعالج وان شاء الله ما تتكرر بعدين. السلام عليكم. الحمد لله هذا شيء مفرح صراحة. يعني هذا النقلة النوعية صارت وكلها بجهودها، كلها بجهود الكادر. بجهود ترى كل زين. أختي العزيزة. يعني كل زين يعني. يعني إن شاء الله خلينا نقول أنتم أهالي المرضى صار له 10 ايام تقريبا في 15 سنه. احنا تذكر يعني كان في عام جاز مع الوزير صار لنا بعد اذن السنه فتاخرت بشرط الرواتب مع العقود. المشكله الماليه من تخلي موازنه لشراء الادويه للصحه هذه مبالغ قليله. ابسط شيء بطاريه ما جهاز والله يشتري خارجي يعني بطاريه شنو قيمته؟ دوله ما يقدر بطاريه والله بطاريه نشتري لجهاز صحيح. شلون مرتاح ان شاء الله؟ والله ان شاء الله مرتاح. لا تستفاد من الغسل؟ ان شاء الله استفاد. استفاد بالاسبوع كم مره يسوي لك؟ مرتين في الاسبوع. مرتين وما شاء الله جهود مشكوره اداره رقم واحد نظافه وكل واحد على وقته. قمنا اليوم بزيارة طبعا ميدانية مسائية خارج الدوام الرسمي إلى مستشفى ابن سينا العام في جانب الأيسر من محافظة نينوى، ومشكور جدا طبعا الأخ العزيز دكتور فائز الحمداني، وفي خارج الدوام طبعا الساعة الرابعة مساء كان متواجد في أروقة المستشفى مع باقي الأخصائيين الأخ الزميل دكتور خالد مسؤول شعبة الأطفال. طبعا اطلعنا على جميع الأقسام الطبية التخصصية في مستشفى ابن سينا، شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذا التطور النوعي الذي حصل في هذا الصرح الطبي في محافظة نينوى. حقيقة المستشفى بحاجة إلى دعم. أنا بكوني كنائب رئيس لجنة الصحة والبيئة طبعا سوف نرفع تقرير إلى هيئة رئاسة البرلمان وإلى الكادر القيادي في وزارة الصحة من أجل صرف تخصيصات أو موازنات طارئة إلى هذا الصرح الطبي، إلى هذا المركز التخصصي مستشفى ابن سينا في محافظة نينوى، من أجل تكملة ما بدأوا به من تأهيل وإعمار. هناك مواضيع طارئة يجب أن تنفذ فورا وهو موضوع المصاعد، موضوع تسطيح جهاز المفراس. بفضل الله تعالى قمنا بالاتصال بالسيد مدير عام شركة فيليبس وقد وعدنا خيرا بأنه سوف يرسل كادر هندسي من أجل تصليح الجهاز ويصبح متاح أمام المواطنين من أجل الاستفادة من هذه الخدمة الطبية التخصصية. أيضا طلعنا على أقسام الطبية الأخرى. حقيقة قسم الديلزة هذا استوقفنا طويلا، هذا القسم لأنه محافظة نينوى سوف تكون أحد المحافظات العراقية المشمولة بمشروع الديلزة الوطنية. يجب أن تكون هناك شروط وضوابط متوفرة أو توفرها الشركة التي سوف يرسى عليها العقد، وتضم تحضير موقع متميز مؤهل طبيا بكافة المواصفات الطبية، توفير أجهزة متطورة، توفير سيتات أو معدات الغسل إلى باقي الشروط. هذا الموضوع طبعا أنا كوني كأحد الجهات الرقابية العليا في الدولة العراقية يعني ألزم وزارة الصحة بأن تقوم
تشرف على هذا الموضوع، ويجب توفير كل هالمتطلبات قبل أن يحال المشروع إلى أي شركة كانت في صحة نينوى وباقي المحافظات العراقية الأخرى. كما عودنا الشيخ الدكتور فارس البريفكاني نائب رئيس لجنة الصحة في البرلمان العراقي بزياراته المتكررة إلى دائرة الصحة نينوى في هذا اليوم وفي بعد انتهاء الدوام الرسمي، شرفنا في مستشفانا بزيارة تفقدية لأحوال المستشفى، وهذه ليست هي الزيارة الأولى للدكتور فارس البريفكاني إلى مستشفانا، فله عدة زيارات متكررة ومتابع إلى عمليات التأهيل والتغيير الذي يحصل بين فترة وأخرى. في هذه الزيارة اليوم مشكورا قام بالاتصال من أجل تصليح جهاز المفراس الذي تعطل عن العمل منذ فترة ما يقارب الأسبوع، وبسبب غلاء المادة التي أتلفت في هذا الجهاز، ومشكورا وعدنا خيرا بأنه المهندسين سيقومون بتصليح الجهاز مساء هذا اليوم أو غدا صباحا وخدمة لمحافظة نينوى. كذلك زار جنابه أرجاء المستشفى وتفقد شعبة الكلية الاصطناعية واطلع على هموم المواطنين وحل مشاكلهم، وقام بزيارة في أرجاء المستشفى.